معنا عبر الهاتف الآن سيادة العميد علاء السعداني المشرف على الكرة بنادي حرس الحدود، الوافد الجديد القديم للدوري الممتاز. دايما فرحانين بتواجد حرس الحدود، اسم عمل بصمة كبيرة جدا في الكرة المصرية، بطولات ومشاركات ومنافسات، واسم كان بيطلع عديد وعديد من المواهب والأسماء الكبيرة يعني مرة أخرى في الدوري الممتاز. سيادة العميد صباح الخير، مشرف ومنور. صباح الخير يا استاذ كريم، وشرف كبير جدا ليا ان اكون مع حضرتك. والله ده شرف كبير ليا يا فندم. طمنا بقى على حرس الحدود واستعداداته للموسم الجديد ان شاء الله. والله يا استاذ كريم الحمد لله، احنا انت حضرتك عارف ان الدوري الممتاز بيه صعدنا، وكان بدري جدا من 2/6 أيوة. خلص الدوري الممتاز بيه، فكان عندنا وقت كويس جدا اللي احنا نحضر فيه ونبدا تحضير للموسم الجديد. تعاقدنا مع الكابتن احمد ايوب مدير فني قدير وله خبرات طبعاً. مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر طبعا، وبدانا نعمل زي ورشه عمل كده اللي احنا نبدا نبص على السكواد كله بتاع لعيبه الدوري الممتاز. وحضرتك استاذنا وعارف ان الارقام بقت صعبه جدا يا استاذ كريم، والله صح. احنا يعني بنعاني شديد المعاناه مع الارقام الكبيره، واحنا كمؤسسه عسكريه لينا بادجت يعني صغير جدا اللي احنا نجيب بيه اللعيبه، لكن الحمد لله اللي اسم نادي حرس الحدود من الانديه القليله زي ما حضرتك قلت، من الانديه القليله جدا اللي خدت بطولات في مصر صح. فممكن لعيب يجي على اسم نادي حرس الحدود، والحمد لله اللي احنا بقدر اللي هو عندنا امكانيات ضعيفه، الا ان اللعيبه برضو بتقول لبعضها، وحضرتك عارف اللي احنا مؤسسه عسكريه كل لعيب بيجي بيتعاقد معانا بياخد حقه تالت ومتلت. ايوه سياده العميد معلش انا اسف للمقاطعه والله، عشان دي نقطه مهمه قوي، وانا لما كنت بقابل لاعبين كتير يعني بيتكلموا معايا يقول لك انا العب مع نادي في زي حرس الحدود زي طلائع الجيش، نادي في المؤسسه العسكريه، انا كده ضامن حقوقي وضامن حاجتي حتى لو مش هتبقى اكبر حاجه في انديه اخرى، بس ضامنها. في انديه اخرى مع كامل الاحترام يعني مش بدون تسميه ممكن تقول لك والله انت هتاخد 100 مليون في السنه، بس انت اصلا مش هتشوف مليون اساسا. فدي نقطه ايجابيه مهمه يعني. الحمد لله، وهي دي من النقط اللي احنا بنقعد نتكلم مع اللعيبه بنقول لهم ده، يعني احنا مش عندنا التزام بالمواعيد العقود، عندنا التزام في النادي عموما، يعني ما بنبقى دايما اسره واحده، هي المؤسسه العسكريه عودتنا على كده، واحنا بننقل دي وبننقل خبراتنا دي للاولاد اللي بيجي يلعبوا عندنا والكباتن الكبار اللي احنا بيجي يلعبوا عندنا. فالحمد لله بوعدك يا استاذ كريم ان شاء الله في ظل كل الاجواء القاسيه جدا علينا اللي هي بالارقام دي اللي احنا يبقى لينا شكل كويس وشكل مميز في الدوري السنه الجايه ان شاء الله. طيب سياده العميد اسالك بقى، ايه الصفقات اللي تمها خلاص حرس الحدود وعددهم والاسماء؟ يعني الحمد لله احنا وصلنا كان معانا 12 لعيب من الممتاز بيه، وتعاقدنا في الكام يوم الاخيره دول مع مصطفى جمال كابتن نادي حرس الحدود السابق، وكان راح لعب موسم في طلائع الجيش ولعب موسم في انبي، والحمد لله رجعناه تاني. على فكره مصطفى جمال في اخر موسم لحرس الحدود في الدوري الممتاز كان هو اللاعب رقم واحد في الفرقه، وكان من اكثر اللعيبه المميزه بصراحه، انا افتكر الموسم ده مصطفى جمال رغم هبوط حرس الحدود. يعني طبعا وحضرتك استاذنا في التحليل والارقام والحاجات دي اكيد، لا هو لعيب مميز جدا صحيح، وقلبه كمان عارف يعني ايه نادي حرس الحدود، وهو متربي في نادي حرس الحدود وعنده تقريبا 10 سنين فعارف النادي كويس جدا. الحمد لله اللي احنا استقدمناه برضو عشان ينقل الروح دي للعيبه الكثيره اللي هم اللي احنا جايبينهم. تعاقدنا مع عماد السيد حارس مرمى كبير وله خبرات كبيره جدا طبعا في الدوري الممتاز. كابتن داووده من المقاولين، جبنا كابتن احمد شديد قناوي من في انتقال حر كان في المصري والسنه اللي فاتت، وعملنا اعاره من نادي الجونه، مشكورين من نادي الجونه، وجبنا احمد عامر وجاري لسه جاري ان شاء الله باذن الله اللي نكمل الصفقات ونعمل شكل كويس ان شاء الله. عظيم جدا، دايما الانديه زي حرس الحدود الانديه اللي بتبدا تبني فريق جديد في الدوري الممتاز يبصوا مثلا على شباب الاهلي، شباب الزمالك، اللاعبين اللي ممكن يبقوا محتاجين يخرجوا من الاهلي والزمالك خاصه انه مدرستين في منتهى القوه، هل عينيكم على حد من شباب الاهلي والزمالك؟
والله لسه حضرتك طبعا كلام حضرتك فعلا 100%. عنينا طبعا على اللعيبه، ليهم خبرات ومتاسسين كويس جدا وعندهم الدافع دايما للمكسب، ودايما للمكسب للبطولات يعني. فده هيكون ليه نظره ومحطوط معانا وفي دراسه مع الكابتن ايوب. احنا بنقعد يا استاذ كريم بنتقابل انا والكابتن احمد ايوب من 10 صباحا، لسه سايبين بعض من نص ساعه يعني. فكل شغل وبندور وبنسكن المراكز اللي احنا محتاجينها، وان شاء الله طبعا يكون شرف لينا ان احنا يكون لينا نجيب، ممكن نجيب اعارات من النادي الاهلي ونادي الزمالك. سياده العميد علاء السعداني المشرف العام على الكره بنادي حرس الحدود، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذه المداخله. نتمنى طبعا التوفيق لحرس الحدود في الدوري المصري الممتاز الفتره القادمه باذن الله.